اهلا بكل حضراتكم من جديد. عندنا الحقيقه في الفقره دي كلام كتير جدا في ملف الالعاب الاخرى، وخصوصا مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه لكره اليد السوبر جلوب. ده طبعا غير كلامنا عن المنتخبات الجماعيه للالعاب الاخرى المتاهلين بالفعل لاولمبياد باريس 2024. يعني باختصار عندنا حديث مطول مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد ناجي الناقد الرياضي. صباح الفل يا استاذ محمد، منور. صباح الفل عليك يا محمد، اخبارك ايه؟ صباح الفل، الحمد لله تمام. طبعا الحقيقه سوبر جلوب بطوله مهمه جدا بتقام السنه دي في السعوديه. يعني لو هنتكلم او هنبدا قبل ما يعني نتطرق للاهلي والمجموعه اللي هو فيها، خليني اعرف منك اكتر عن تقييمك للفرق المشاركه، يعني شايف ازاي المنافسه ما بينهم، شايف ازاي المستويات كمان المختلفه؟ شايف ان بطوله قويه جدا السنه دي تحديدا، هتكون اقوى من كل سنه، لان كان قبل كده كان متعرف ان البطوله بتتلعب دي النسخه 16 المفروض هتقام خلاص بكره انطلاقها. يعني كان بتلعب بين افضل 8 انديه بطل كل قاره، وبعد كده الاتحاد الدولي بيبقى عنده دعوه او دعوتين بيوجهها لاحد الانديه. المره دي الامور اتسعت، بقى 12 فريق، اكتر من نصهم من اوروبا، كلهم بقى معركه يعني طبعا. عشان فريق او حد عربي او افريقي او يعني سيان من المنطقه سواء شرق الاوسط يعني تحديدا، يقدر ان هو يكسب فريق اوروبي مهما كان هو مين. مجرد فرق اوروبيه، احنا بنتكلم على تقايل اوروبا. صفوه فرق اوروبا يعني، احنا لسوء الحظ يعني ان احنا بعدها هنخليه في الجزء الثاني لما نيجي نتكلم على الاهلي تحديدا. لكن الاهلي واقع في مجموعه هو معاه فريق منتخب عالم، حرفيا منتخب عالم. يعني هي القصه كلها انه مثلا احنا طبعا امبارح كان لعيبه الاهلي كلنا بنشفق عليها ان الامور هتكون بالنسبه لهم مش صعبه لعلو مستوى المنافسه، قد ما كمان ان اللعيبه نفسها هتكون مرهقه بشكل كبير. اللعيبه كانت منضمه مع وظهر ده قدر لعيبه النادي الاهلي في كل الرياضات. ما هو كريم اقول لحضرتك انه قدر الاهلي ان هو انت الشريان الرئيسي للمنتخبات المصريه في كل الالعاب، فده دي ضريبه الاهلي لازم هيدفعها، ويعني الاهلي بيدفعها بحب وفخر وانتماء، وان هو يعني ده الدور الرئيسي بالنسبه له، ان هو انا الداعم الاساسي بالنسبه لمنتخبات مصر في كل الالعاب. فاللعيبه لسه مخلصين معسكر امبارح مع منتخب مصر، كانوا عندهم مباراتين مع المانيا، قدرنا ان احنا نتعادل في المباراه الاولى 31-31 امبارح، يعني عملنا ريمونتادا كبيره جدا في النتيجه، قدرنا احنا نرجع من فرق 7 أهداف لهدف واحد، وكنا نقدر ان احنا نتعادل بس يعني الوقت ما سمحش والظروف، لكن تجربه قويه جدا اكيد هتفيد اللعيبه كمان نفسها. احنا عندنا 7 لعيبه من المنتخب كانوا موجودين مع من النادي الاهلي، كانوا موجودين مع المنتخب في معسكر المانيا، وفي لعيبه ثانيه كانت ممكن انها تكون موجوده. الراجل في بدايه باستور في بدايه تكوينه المنتخب ضم 12 لاعب من ضمن 30 لاعب من النادي الاهلي تقريبا، تتكلم في النص، وال 30 دول فيهم مثلا 6 أو 7 لعيبه محترفين. فان انت يكون عندك 12 لاعب هو باصص عليهم شايف ان اللعيبه دي من اللعيبه اللي هتكون هو حاططها في استراتيجيته خلال من هنا لغايه امم افريقيا الجايه 2024 مطلع 2024. فشايف ان الاهلي بالنسبه له يعني عنصر رئيسي. طيب الاهلي هيستهل مشواره بكره ان شاء الله بماتش مع النور السعودي، تقييمك ورؤيتك كده للماتش ده هيمشي ازاي، ولو حطينا الاهلي في كفه والنور السعودي في كفه؟ التقييم هتكون هو مبدئيا بس الاهلي مسافر، يعني مستر ديفيد ديفيز كان حريص انه يسافر بالبعثه كامله او بقوام الفريق بشكل مكتمل. احنا مسافرين ب 20 لاعب، احنا هو الراجل دايما بيكون عنده انه كل اللعيبه تكون جاهزه، كل اللعيبه تكون في اتم استعداداتها للحدث اللي ورايح حاليا. يعني كان بطوله افريقيا الاخيره كانت في الكونغو برازافيل اللي قدر النادي الاهلي انه يفوز بلقبها، كان مسافر ب 19 لاعب، كان اللاعب الوحيد اللي كان خارج دايره اهتمامه هو عبد الرحمن حميد، وكان نظرا لاصابته. اول ما حميد بقى جاهز وجاهزيته تقدر تسمح ان هو يكون موجود مع التيم او مع الفريق، ضمه للفريق وسافر بيهم على السعوديه. الفرقه وصلت خلاص، يعني خلاص دخلوا اصلا الاجواء ودخلوا جاهزين للاستعداد بشكل كامل.
لعيبه المنتخب انضمت للعيبه الاهلي خلاص بقى ال 20 لاعب كلهم موجودين مع بعض جاهزين. يعني النهارده هيبقى بالنسبه لهم التمرين الرئيسيه والتمرين الاساسيه. الراجل هيتكلم فيه على كل نقاط القوه والضعف بالنسبه للمنافس طبعا نور السعودي. كل اللي هي ايه بالمناسبه؟ هقول لحضرتك. هم بيقودهم كابتن اسر القصبي مدرب مصري كان ليه واصلا يعني براجل ليه صولات وجولات في التدريب المصري. درب قبل كده نادي سبورتنج بعد منتخبات مصريه عديده. دي نقطة قوة كبيرة جدا ان هو يبقى دارس الاهلي دارس لعيبة الاهلي طبعا اللعيبة كمان يعني تحديدا مش النادي كتيم لا ده هو عارف لعيبة الاهلي طبعا اللعيب ده بيدخل منين اللعيب ده بيشوط منين اللعيب التركات اللي بتتعمل. طب ما ده خطر. ما طبعا دي من ضمن الحاجات اللي هي مديالهم افضلية بالنسبة للنور السعودي. كمان بيعاونوا كابتن حازم عواد لاعب الاهلي السابق ونجم الاهلي السابق في الهاندبول. ف يعني هو بالنسبه لهم الاهلي كتاب مفتوح. احنا بالنسبه لنا كده كده الاهلي تابع ماتشات كتير جدا للنور السعودي، اتفرج عليهم في البطوله العربيه. من ضمن النقط المهمه اللي بيشتغل عليها ديفيد ديفيز ان هو كل الفرق اللي بيجي يلعبها بيكون مقطع لها فيديوهات قبل لما بيجي يبدا يتكلم مع لعيبته، وهو بيكون قاعد مع الجهاز الفني بتاعه وحط الاستراتيجيه ومين افضل العناصر اللي يبدا بيها. وزي ما قلت لحضرتك هو عنده ميزه موجوده حاليا في فرقه الاهلي ان هو ما عندوش اساسي واحتياطي. احنا دايما كان بيبقى عندنا مشكله ان لعيبه الاهلي انت بادئ بالفول تيم، بس طبعا الطبيعي في الهاندبول لازم ان انت هتبدا تريح لعيبتك، لازم يبقى في روتيشن عشان اللعيبه دي مش هتقدر تديك 60 دقيقه كلها. فلازم انت تبدا لما هتغير مين العنصر اللي هيبدا يدخل على الفريق، وهل هو في الوقت ده الكيرف او المنحنى بتاع الفريق هيفضل ماشي بنفس النمط ولا هيحصل بقى هبوط للمستوى شويه. فمن ضمن ابرز النقط اللي ديفيد ديفيز بيبني عليها خلال السنه ونص اللي كان موجود فيها مع مع الفريق ان هو مخلي في ثبات، ان اولا التيم كله ما تعرفش مين اساسي مين احتياطي. من ضمن الاهم النقط كمان اللي بيشتغل عليها ان هو الراجل كان النادي عرض انه يتم الاستعانه بمحترفين لو هو حب، لانه كده كده كان القصه انه كان مطروح الامر في بطوله افريقيا اللي فاتت ان احنا نقدر ان احنا نشارك ونجيب محترفين يبقوا موجودين مع التيم. الراجل قال لا انا كده كده شايف ان لعيبتي تقدر انها تكمل المهمه معتمد بدون عليهم. بدون فما ده ما حصلش ان دخل عليهم دم جديد او دخل عليهم محترف لسه يبدا ينسجم ولسه يبدا يحفظ طريقه اللعب ويبدا لا دي من ضمن اهم النقط اللي هو بيشتغل عليها كويس جدا، ان خلاص اللعيبه حفظت بعض واللعيبه بقت ممكن تغمى عينيها وتبدا تديها جمل هينفذوها بالظبط زي ما هي. بس انت يا ناجي قلت في بدايه كلامك نقطه مهمه جدا، قلت يعني للاسف النادي الاهلي وقع في مجموعه النور السعودي برشلونه الاسباني. خليني اتكلم معاك اكتر عن فكره المجموعه وصعوبتها وممكن تبقى يعني فرصه الاهلي ان هو يتاهل للنهائيات وان هو يحصد البطوله قد ايه. بصي عشان برضو الواحد يكون امين، زي ما انا قلت لك في بدايه الكلام انه كان قبل كده الامور بتكون شويه الى حد ما اسهل، لان انت بالثمانيه بيتصنفوا فانت ممكن تاخد فريق اقل شويه فتقدر انك او تاخد فرقه من اوروبا. بس زي ما حصل معانا السنه اللي فاتت كان معانا في المجموعه بنفيكا، قدرنا احنا نتاهل على حسابه ونوصل لدور الاربعه. لكن انت المره دي الدنيا كانت محتدمه جدا. برشلونه اصلا متاهل لبطوله العالم بدعوه من الاتحاد الدولي، يعني برشلونه مش متاهل بصفته بطل اوروبا ولا هو حامل لقب البطوله، يعني حامل لقب البطوله هو فريق ماجدبورج الالماني. لكن هو برشلونه المره دي جاي البطوله دي بشكل مختلف، جاي مركز جدا في انه يفوز بيها، جاي يوصل رساله لكل منتهى فرق اوروبا ان هو مشكله كمان انه كان خسر مباراه قدام فيسبريم الالماني في اخر مباراه قبل التوقف الدولي، عايز يعوض فعايز بقى لا يبدا ان هو يعني طبعا. يقول لا انا هاخد كاس العالم انديه او بطوله العالم للسوبر جلوب وارجع تاني لاوروبا وانا بطل العالم وجاي عشان اخد بعد كده بطوله اوروبا اتاهل منها، ما اتاهلش بدعوه من الاتحاد الدولي ولا. فالموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يبعد شويه امكانيه ان احنا نحصد لقب هذه البطوله. ما هو لازم الواحد يكون امين ويكون واقعي يعني واقعي
عشان ما نعليش سقف طموح الناس ومره واحده الناس تصطدم انه لا الفروقات بعيده. بس جزء كبير من الطموح ده متشكل من قبل سابقه اعمالنا في كره اليد انجاز التعبير، يعني احنا برضو مش هينين. ما على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو اللعيبه بالجهاز مؤمنين بحظوظهم ان هم يقدروا يتاهلوا. هم الناس مش رايحه بتقول لك طب خلاص انا هكتفي بان انا اخد التاني. هو العباره الكلاسيكيه بتاعت تمثيل المشاهد. لا 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 خالص، لا هو الاهلي اولا الاهلي عامه بالنسبه له الاهلي بيلعب الاهلي بيلعب كل مباراه هو هدف فيها الفوز طبعا. هو ما بيفكرش بقى انا هلاعب، احنا بنتكلم بس بنحلل الامور بالنسبه للساده المشاهدين، وبرده بنتكلم يعني بحس ان احنا كده كده مشجعين للفريق وداعمين ليه، فمش طبعًا عايزين نحط عليهم هم حمل او لود زياده ونبقى شايفين انه الفريق لا لو ما كسبش برشلونه يبقى الفريق اخفق. لا هو حط كل حاجه في حجمها، بس في نفس الوقت الاهلي دايما عودنا ان احنا لما بنيجي نخش اي منافسه او اي مباراه انت هدفك ان انت تفوز بيها. بس ما ننكرش برضه نيجي يعني بعد الحقيقه تولي ديفيد ديفيس الموضوع اختلف، يعني الفريق كان حاجه وبقى حاجه شكله حاجه تانية خلال الفتره اللي فاتت دي سنه ونص. ديفيد ديفيس ان هو اولا راجل واقعي جدا بشكل كبير، عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيخطط لايه لبكره، بيشتغل على انه هو النهارده انا ببني فريق يشتغل على انه رايح الاهلي على المستوى المحلي ونبدا نستعيد الزعامه القاريه، لان دي كانت حاجه بتؤرق جمهور الاهلي ومجلس ادارته. انه انت ازاي انا مش الفرق الجاب مسافه البطولات بيني وبين المنافس كل العدد ده، لا لازم دي ده يعني هنا في مشكله. كان بالنسبه لنا في مشكله بالنسبه للاهلي انه دي رابع مشاركه في تاريخ الاهلي بس في كاس العالم الانديه. احنا مثلا في الكوره بنتكلم في 8 9 مشاركات، انت بالنسبه لك في الهاندبول لا، كان ومشاركات الاهلي كانت على فترات بعيده، لكن انت مجرد وصول ديفيد ديفيز حصل نقله في فكر اللعيبه نفسها. كل اي يتكلم اي عنصر من ضمن عناصر الفريق هم مؤمنين بحظوظهم انه لا احنا فريق كبير وليه لا ما نكسبش برشلونه. هو ما برشلونه اوريدي كده كده خسران من فيسبريم، وفيسبريم عنده 2 لعيبه من منتخب مصر كانوا موجودين في يعني يحيى الدرع ويحيى خالد، 2 موجودين في فريق فيسبريم، ويحيى الدرع كان ليه اداء هايل في الماتش وكان سجل 6 اهداف في مرمى برشلونه في مباراه فيسبريم قدام برشلونه في دوري ابطال اوروبا. فهو اللعيبه نفسها اوريدي عارفه انه انت حلمك تقدر تحققه، لكن هو القصه كلها انه احنا بنتكلم برشلونه بيمتلك 2 حراس هما مصنف رقم 1 و2 على العالم، يعني هي القصه كلها شلت الاساسي اللي هو فارجاس جون الاساسي بتاع منتخب اسبانيا، عندهم حارس تاني نرويجي ما يقلش اي حاجه عن الاساسي، هما الاثنين تحس ان تيمه واحده، الاثنين نفس المستوى. لعيبه الدايره لعيبه لكن لعيبه الاهلي كده كده هتبقى نازله الجيم مركزه في كل تفاصيله. احنا بس بنقول اللي هو دورنا ناحيه الجمهور ان هو الناس لازم تدعمهم وتساندهم وتكون في ظهرهم، بس بدون ما تحط عليهم لود ازيد من اللازم. يعني انت كده كده شجع فريقك وكون في ظهره وامن بحظوظه، لكن برضه في نفس الوقت انت تكون مستني منه المكسب، بس ما تبقاش حاطط ده حمل عليه. صحيح. طيب احنا هنتنقل مع حضرتك بين الملفات المختلفه، اكيد هنرجع مره ثانيه لكره اليد، بس فيما يتعلق بباريس 2024 مين اللي تأهل لغايه دلوقتي؟ يعني احنا وضعنا كوفد مشارك حتى هذه اللحظه في الرياضات المختلفه عامل ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا في حوالي 66 او 67 لاعب ولاعبه تأهلوا الاولمبياد، اخرهم لسه من ساعات سيف عيسى ضمن خلاص تأهله الاولمبياد باريس بشكل رسمي بعد حصوله على فضيه بطوله افريقيا، لان هو خلاص هو بقى الفرق بينه وبين اللي بعديه في التصنيف الاولمبي عدد نقاط مش هيقدر اللي وراه يحصله في عدد النقط دي. فكده كده خلاص اوريدي سيف عيسى ضمن تاهله للاولمبياد للمره الثانيه على التوالي، واعتقد ان هو يعني سيف لو فضل ماشي بنفس الفكر ونفس التخطيط اللي هو بيخططه لنفسه خلال السنوات اللي فاتت هنكون قريبين جدا من ميداليه اولمبيه جديده ان شاء الله في التايكوندو في 2024. احنا عموما مشاركين في كام رياضه لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي في 9 رياضات، لانه في لسه العاب ما بيشاركوا في بطولات مؤهله لسه. كده كده بيكون لسه بالنسبه لهم باب التاهيل ما انتهاش او ما اتقفلش. انت عشان في يعني في العاب كتير جدا،
مع نهايه 30 4 و30 5 20 24 هيكون خلاص اوريدي بقى يعني هنستوب الامور انتهت. هنبدا نشوف مين في التصنيف، مين جوه الرانك، ومين خلاص ما فرصه بقت منعدمه في قصه. لكن احنا لغايه دلوقتي في تسع رياضات، 66 لاعب ولاعيبه قدروا انهم يتاهلوا في رياضات كتير جدا. يعني تاهلنا احنا مثلا باتنين بمنتخبين جماعيين، ودول هيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. يعني احنا عندنا المنتخب الاولمبي لكره القدم اتاهل، منتخب الكره الطايره ضمن بشكل رسمي تاهله للاولمبيات اللي جايه. امبارح كنا قريبين جدا من برضه من على انه يكون نضيف منتخب جماعي ثالث، لكن لسوء الحظ الامور ما كانتش في صالحنا. منتخب الهوكي كان قريب من ان هو يتاهل بشكل رسمي، كان بيلعب مع منتخب جنوب افريقيا الماتش الفاصل او الماتش المباراه النهائيه في التصفيات المؤهله، التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو، ولكن خسرنا بنتيجه 2-1. يعني الماتش اصلا كمان نفسه جول جيم، منتخب مصر سجل هدفين ولكن التحكيم قال ان الهدفين مش سلام، وتم الغاء الهدفين. وبعد كده جنوب افريقيا قدرت انها تسجل هدف وتاخد تذكره التاهل للاولمبياد. احنا هنخش بقى بعد كده لسه تصفيات عالميه، الامور هتكون اصعب بالنسبه لهم زيهم، نفس حال لسه في فرصه، لسه في فرصه زي نفس حال بالظبط فريق كره السله، عندنا نفس الحظوظ ان انت تقدر تتاهل، لكن كان الافضل او الاسهل ان انت تاخد التذكره القاريه بتاعتك. طب. يعني انت بتتكلم بقى هنروح على مستويات ثانيه، شكل ثاني، استعدادات ثانيه خالص، اغلبهم منتخبات اوروبيه، منتخبات اصلا من شرق اسيا، كده كده بالنسبه لهم اللعبه دي طب. من ضمن الالعاب المهمه والالعاب الرئيسيه بالنسبه لهم. طب. فهتكون الامور يعني مش هنقول انها اسهل حاجه. بنتمنى لهم التوفيق طبعا، سواء كان منتخب كره السله او منتخب الهوكي، لكن برضه نفس الوقت لازم ندي كل حد حقه، يعني الامور هتكون صعبه شويه. طيب خلينا قبل ما نروح لل يعني بعض الملفات الاخرى نرجع تاني لكره اليد. احنا الحقيقه مصر بتستضيف بطوله هامه جدا خلاص خلال شهرين، الامم الافريقيه. استعدادات منتخب مصر ناجي شايفها ازاي؟ البطوله عامه بشكل عام، طبعا يعني مصر مش جديده عليها استضافه البطولات دي، بس اكيد هيبقى ليها شكل مختلف، والمنتخب كمان هنشوفه بشكل مختلف خلال المشاركه دي. عشان اهم ما يميز بطوله افريقيا اللي جايه انها مؤهله لاولمبياد طوكيو، مؤهله لاولمبياد باريس، وده الناس كلها بقى حاطه عينيها على انه منتخب اليد هو المنتخب الثالث المرشح للتاهل، ليكون المنتخب الجماعي الثالث مع منتخبين كره القدم، المنتخب الاولمبي ومنتخب الكره الطايره. كل الناس حاطه انه يعني مش عايزين بس نقول او يعني نفرض في الثقه ان المنتخب المصري هو المرشح الابرز، ولا مش عايزين نقول لا، مش عايز تقول الاول صح؟ مش عايز اقول الاول هو الاقرب بس هي يعني بالورقه والقلم منتخب اليد هو فارق كبير جدا بينه وبين اقرب منافسين لينا على مستوى افريقيا، لانه حتى كل المديرين الفنيين بتوع كل المنتخبات الافريقيه بتتكلم انه منتخب مصر دلوقتي هو منتخب اوروبي. انت بتتكلم على انه عندك اكتر من 7-8 لعيبه كلهم عناصر اساسيه في فرقهم اوروبيه، يعني كل واحد فيهم احنا بنتكلم انه الثلاث حراس بتوعنا محترفين اصلا، غير ان الاهلي فيه 2-3 حراس ممكن حد فيهم يقدر يدخل. يعني كريم هنداوي موجود في الصف السعودي، محمد علي موجود في فريق في اسبانيا، محمد الطيار موجود في المانيا، كلهم كل واحد فيهم عنصر اساسي في فريقه. بالاضافه ان عندنا علي زين في دينامو بوخارست، عندنا محمد ممدوح هاشم معاه في دينامو بوخارست، هو طبعا معار لنادي الخليج السعودي في بطوله العالم للانديه، هيلعب بطوله العالم بعد كده يرجع على نادي تاني. عندنا لعيبه كتير جدا، يحيى الدرع، يحيى خالد في فيسبريم زي ما كنا بنتكلم عليهم. فالفروق كبيره بعيده بيننا وبين منتخب تونس تحديدا، لكن القصه ان انت لازم تبدا تخش البطوله انت عارف قدرك، لكن ما تبقاش بتتكلم ان هو انا بس. احنا كان عندنا بروفا يا ناجي، احنا كان عندنا بروفا في المعسكر، عندنا مع بروفا المانيا. مع المانيا طيب كده دي كمان كان عندنا اكيد بينت قد ايه احنا ممكن نكون مستعدين للبطوله. لا المنتخب مركز بشكل قوي جدا، باستور بيتكلم مع اللعيبه انه ما فيش اساسي، نفس القصه اللي كنت بتكلم فيها مع ديفيد ديفيز، والدليل على كده انه اخذ اكتر من 3-4 لعيبه
بمنتخبات الشباب والناشئين. هو الراجل شايف كل اللعيبه، يعني ما كانش بيتكلم مثلا، احنا كانت من ضمن الحاجات او المشاكل اللي كانت بتقابل باروندو شويه انه كان هو في تيم كان قوي جدا وعناصره قويه جدا، لكن انت الحلو التجديد فيه يعني بيتم شويه ببطء، فانت اللعيبه نفسها بدات تحس ان كل واحد واخد مكانه او شبه حاجز مكانه الاساسي، او حتى لو في منافسه بين الاساسي والاحتياطي لكن هي منحصر عليهم. لكن باستور لما جه انا شايف انه في نقله كبيره جدا في عناصر المنتخب. الراجل ما فيش عنده فرق بين لعيب محلي او لعيب اوروبي، وفي الاخر اللي هينفذ التعليمات واللي هيأدي ويقدم افضل ما عنده هيكون موجود في المنتخب. يعني قراءه رائعه منك كالعاده، ربنا يخليك، متعودين عليه من حضرتك. نورتنا استاذ محمد، شرفتنا يا محمد، شكرا جزيلا. طيب بكده تكون خلصت فقرتنا الحواريه الاولى، نطلع فاصل ونرجع علشان نستكمل بقيه فقرتنا الحواريه.